تمكنت الدوله من تغيير وجه الحياه على ارض سيناء وتمكنت من وضعها على خريطه التنميه الشامله والمستدامه ياتي ذلك بالتزامن مع ارساء وتثبيت دعائم الامن والاستقرار بها واقتلاع جذور الارهاب ليمثل الامن والتنميه معا الضامن الرئيسي لتحقيق الاستقرار في بوابه مصر الشرقيه قفزات ملموسه في عمليه التنميه الشامله والمستدامه لشبه جزيره سيناء، قفزات حققتها الدوله المصريه ضمن خطه طموحه وغير مسبوقه لتعمير ارض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفه. مشروعات قوميه وتنمويه عملاقه نفذتها الدوله تضمنت انشاء مناطق ومجمعات صناعيه وزراعيه ومجتمعات عمرانيه حديثه. فضلا عن مد الطرق والجسور والانفاق لتعبر محاور التنميه وتربط شرق سيناء بغربها وايضا بالدلتا ومختلف محافظات الجمهوريه. ومن ضمن انجازات الدوله بناء محطه المحسمه لمعالجه مياه الصرف الزراعي، وهي واحده من اكبر محطات معالجه المياه في العالم. مشروع يستهدف دعم الرقعه الزراعيه وتوسعه مساحتها واستغلال كل قطره مياه في عمليه التنميه. وفيما يتعلق بقطاع النقل تم تنفيذ خمسة ألاف كيلو متر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها في حين تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه بجانب إنشاء سبعة كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه وعلى صعيد مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية بسيناء ومدن القناة تم توصيل التغذية الكهربائية لواحد ونصف مليون مشترك حتى نهاية يوليو 2023 فيما يخص التنمية العمرانية في سيناء، تم تنفيذ وستة من عشر ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.3 من مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 من ألف وحدة سكنية لتطوير المناطق غير المخططة. وعلى صعيد جهود تنمية الفرص الاستثمارية بسيناء، بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة 401.9 مليار جنيه منذ 2014 حتى 2023.